مرحبا، صبحكم الله بالخير. احلى شيء بالحياه انك تصحى اول شيء على شيء حلو، هذا اول شيء. ثاني شيء تروح تاخذ فطور، تفطر مع اهلك، احسن من وجه بعوج كبر وجهه مخضر ما يمديك لا تفطر معه ولا شيء. فطور مع امي الله يخليها لي وابوي. يا مرحبا، صبحكم الله بالخير. مع الشيخ شعولة. وين رايحين شعولة؟ رجع مامي. وش ناكل؟ ذبيحة. ذبيحة؟ ايه. انت بذبيحة؟ ايه ذبيحة. شنو؟ ايه شنو يلا؟ ذبيحة كلب. كلب؟ والله كلب انت يا كلب. جزاكم الله بالخير اللي بالخاص، يطول عماركم ولا يريكم مكروه ان شاء الله. ابو فارس ذا عمنا كلنا، هو والله مربينا بالحاره، هو اللي دايم معنا بالحاره، الله يرحمه ان شاء الله، يصبر عياله ويجعل مثواه الجنه.